ابن 16 والنصف نفذ أجرأ عملية بطولية من قلب لبنان إلى العمق الإسرائيلي. قاد زورقاً مطاطياً من لبنان إلى مستوطنة نهرية شمالي إسرائيل، منفذاً عملية بطولية خطت اسمه في التاريخ العربي المقاوم. هو سمير القنطار الذي حفرت فلسطين بقلبه منذ الولادة فاستشهد على يد مغتصبيها. لقب القنطار بعميد الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية بعدما أسر لمدة 29 عاماً على خلفية تنفيذه عملية نهارية في 23 نيسان 1978. ابن بلدة عبيد درزية في قضاء علي قاد في عمر 16 والنصف عملية بطولية، فقاد زورقاً مطاطياً ومعه سوريان وفلسطيني من جبهة التحرير الفلسطينية إلى مستوطنة نهرية الساحلية في شمال إسرائيل، فاقتحمت المجموعة منزل الإسرائيلي هاران وأسرت داني هاران وابنته عينات التي كانت في الرابعة من عمرها. وحسب قرار المحكمة الإسرائيلية التي حاكمت القنطار حينها، اتهمته بقتل الاثنين على شاطئ البحر. أما القنطار نفسه فيقول أنه لم يقتلهما، بل قتلا في تبادل إطلاق النار مع الشرطيين الإسرائيليين الذين لاحقوه إلى شاطئ البحر. إلا أنه وبعد 29 عاماً من الاعتقال في السجون الإسرائيلية، خرج عميد الأسرى اللبنانيين إلى الحرية بصفقة تبادل بين حزب الله وإسرائيل عام 2008 بعد عملية الوعد الصادق، فاستقبله أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله وشخصيات سياسية رفيعة المستوى، وحظي تحريره باحتفالات شعبية واسعة. تزوج القنطار من الإعلامية زينب البرجاوي ورزقا بطفلهما الأول علي، إلا أن حرية القنطار ما لبثت أن تحولت إلى شهادة، فاغتالته إسرائيل في 19 كانون الأول عام 2015 في بلدة جرمانة السورية. واليوم في الذكرى 8 على اغتيال سمير القنطار المتزامنة مع طوفان الأقصى، هل سيثمر دم القنطار وغيره من المقاومين نصراً في فلسطين؟ شاركونا آراءكم.